بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقطار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.